يحمل الذلل المحليات الأصايل في الثمانية كيلو مترات. بدينا في الكيلو الأول كرامة على مقدمة الشوط، منصور بن سعيد بن راشد المزروعي تتقدم على مقدمة هذا الشوط، تليها في المركز الثاني تأتي مراسيل سعيد بن منانة بن غدي الكتبي يقدم مراسيل على المركز الثاني. المركز الثالث الواعي مسري بن سالم بالعرطي الحميري يتقدم على المركز الثالث. المركز الرابع الشاهينية علي بن يمع بن سبت السويدي يأتي في هذه اللحظات يندفع بهذا الانطلاق على المركز الرابع في انطلاقاته. المركز الخامس هذه تعويض منصور بن علي بالخصم الكتبي يقدم لنا تعويض على خامس المراكز. المركز السادس أشوف مصيحة سعيد بن عبيد الحميري يقدم مصيحة. المركز السابع هذه وصلت متعبة عبد الله بن قضيب بن عبد الله يتقدم العواني على هذا الاندفاع في انطلاقته وتحدياته. بينما هنا التواجد من قبل بغته محمد بن عتيج بالعرطي الحميري يقدم بغته. والمركز الثامن هذه الضبي محمد بن خلفان بن محمد بن مبارك المنصوري. المركز التاسع هذه تواجدت حضور شعفار بن غلام بن موسى البلوشي. والمركز العاشر هناك الانطلاق والاندفاع الجميل في هذه الانطلاقة. هذا مصبح بن نايع بن صروخ النعيمي يتقدم مع ملامه في المركز العاشر. هذه العشر المراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط المنطلقة بهذه الانطلاقات بهذه التحديات الجميلة والرائعة على أرضية هذا الميدان على انطلاقات هذا الميدان للعشر المراكز الأولى في الذلل الأصايل المحليات في الثمانية كيلومترات. نعود إلى المراكز الأولى، نعود إلى الانطلاق الأول في تحديات هذا الصباح. نسير مع المقدمة كرامة على مقدمة الشوط على الكادر العلوي تقود المسار وتندفع بالمقدمة. هذه كرامة تسيطر على المركز الأول وتندفع. منصور بن سعيد بن راشد بالرقراقي المزروعي يتقدم على مقدمة الشوط، يتقدم على المركز الأول مع كرامة وهي تسير بركب المقدمة تتصدر الذلل وتتقدمهن. المركز الثاني ثاني المراكز مراسيل سعيد بن منانة بن غدي الكتبي يقدم لنا مراسيل على المركز الثاني. المركز الثالث الواعية مسري بن سالم بالعرطي الحميري يقدم الواعية، وبالخصم من الجانب الآخر منصور بن علي بالخصم الكتبي يتقدم. مشاهدينا متابعينا الكرام في هذه الانطلاقة وتأتينا كذلك بغته محمد بن عتيج بالعرطي الحميري يقدم بغته. من الجانب الثاني متعبة عبد الله بن قضيب بن عبد الله العواني يأتي بهذا الاندفاع والانطلاق. هذه المراكز الست الأولى المتقدمة. ناخذ المركز السابع وبنلقى فيه الشاهينية يمع أو علي بن يمع الغنامي يتقدم في هذه اللحظات، يأتي على المركز السابع. المركز الثامن ثامن المراكز وهذه مصيحة سعيد بن عبيد الحميري يقدم صيحة. المركز التاسع حضور شعفار بن غلام البلوشي. والمركز العاشر هذه ملامة لمصبح بن نايع بن صروخ النعيمي. هذه النتيجة مشاهدين العزاء للمراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط.
في هذا الاندفاع، في هذا الانطلاق الشيق والجميل الذي يحمل ميدان المرموم. كل ما هو رائع، كل ما هو جميل على أرضية هذا الميدان، في هذه الانطلاقة، في هذه التحديات الرائعة التي تحمل كل ما هو جميل، كل ما هو جديد مع سن الكبار، متعة الكبار. عوده إلى شاشة دبي ريسنج، عوده إلى الكادر العلوي في مساره وانطلاقاته على أرضية هذا الميدان. نسير بالمراكز الأولى، نروح مع بر قراقي اللي يسيطر مع كرامة في مكان الكرامة والفوز. منصور بن سعيد بن راشد بر قراقي المزروعي يتقدم مع كرامة على مقدمة الشوط، وهي تقود الذلل وتتصدرها وتتحمل مسؤولية الشوط حتى هذه اللحظات على قيادته ومساره. المركز الثاني، التحرك من متعب عبد الله بن قضيب بن عبد الله العواني ياتي على المركز الثاني. المركز الثالث بغته محمد بن عتيج بالعرطي الحميري بن منانه، مشاهدين الاعزاء سعيد بن منانه يتقدم كذلك. مسالم يتقدم بمشاركته وبانطلاقاته وشعار الحاضر دائما بالإنجازات والتحديات الجميلة. ننطلق مع المركز الخامس، أشوف خامس المراكز، وهذه حضور بدلت من موقعها، تقدمت إلى المراكز الأولى. شعفار بن غلام بن موسى البلوشي ياتي بهذه الاندفاعات والانطلاقات هناك من الجانب الآخر في هذه الانطلاقة. ولكن هنا سعيد بن عبيد الحميري مصيحة أيضا تنضم إلى التنافس والأثارة والمطالبة في الفوز في هذا الشوط. أمر مشروع لكل مشارك، لكل مشارك ومنطلق مع المراكز الأولى. تعويض منصور بن علي بالخصم الاكتبي، وهناك أيضا من الجانب الآخر الواعي مسري بن سالم بالعرطي. هذه الأسماء المتقاربة، هذه الأسماء التي سوف تدور رحى التنافس ما بينها على شرف الفوز والناموس. مع انحناء الميدان وانعطاف الميدان على اليسار للاتجاه الى المنصه، للاتجاه الى لوحه العبور وبوابه العبور الاثنين كيلو متر، نعود الى المركز الاول، نعود الى الانطلاق الاول. وسعيد بن رقراقي يتقدم منصور بن سعيد بن رقراقي ياتي بهذه الانطلاقات، ياتي بهذا الاندفاع، يقدم لنا مشاهدي الاعزاء كرامه على مقدمه الشوط على المركز الاول. بينما المركز الثاني، ثاني المراكز بغته محمد بن عتيج بالعرطي الحميري تاتي على المركز الثاني، يتقدم كذلك بحضور شعفار بن غلام البلوشي احد شبابنا كذلك الذي يقدم منافسات وانجازات بهذا الشعار في هذه الرياضة وبهذه الانطلاقات. المركز الرابع مصيحة، سعيد بن عبيد الحميري يتقدم بمصيحة على رابع المراكز. والخامسة هذه الواعي مسري بن سالم بالعرطي الحميري في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق. أيضا هناك وصلت الهايلة، هذه الهايلة عبيد بن محمد بن بدر العليلي يقدم الهايلة، ولكن التحرك من مراسيل تراجعت فترة وعادت مرة ثانية. سعيد بن منانة يقدم مراسيل في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق. نسير مع المراكز الأولى،
نعود إلى المراكز الأولى، نعود إلى المراكز الأولى في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع الجميل الرائع. كرامه كرامه كرامه، منصور بسعيد بالرقراقي يتسيطر على مقدمة الشوط على المركز الأول، بينما بعد كرامه أبغته في المركز الثاني محمد بن عتيج بالعرطي الحميري. المركز الثالث حضور شعفار بن غلام بن أحمد البلوشي يأتي على المركز الثالث. المركز الرابع مصيحة سعيد بن عبيد الحميري، والمركز الخامس هذه مراسيل سعيد بن منانة بن غدير في هذه الانطلاقة والتحديات الجميلة والرائعة على أرضية هذا الميدان وهذا الاندفاع والانطلاق الجميل. نعود إلى المراكز الأولى، نعود بعد مغادرتنا للكيلو الأخير للثمانمائة متر لمسار الأوامر، لجولة الأوامر، صدرت الأوامر، زادت الحول من سرعتها، انطلقت مشاهدينا الأعزاء كرامة، وانطلقت كذلك حضور وكرامة، كرامة من البداية تقود الشوط بالرقراقي منصور بن سعيد، منصور بن سعيد بالرقراقي المزروعي، وحضور شعفار بن غلام البلوشي على المركز الثاني، ومصيحة الحميري على المركز الثالث. ولكن خلاص من البداية، من البداية السلام وين يا جماعة؟ من المرموم ند الشبه، من المرموم ند الشبه لبرقراقي، لبرقراقي منصور، منصور التهنية لسعيد بالرقراقي المزروعي خلف هذا الشعار وهذه الإنجازات. تهانينا منصور بن سعيد بن راشد بن رقراقي على الفوز، وسلاماتنا لأهالي ند الشبه. المركز الثاني حضور شعفار بن غلام البلوشي، المركز الثالث مصيحة سعيد بن عبيد الحميري، المركز الرابع وصلت في ملامه مصبح بن نايع بن صروخ النعيمي، والمركز الخامس بغته لمحمد بن عتيج بالعرطي الحميري. هكذا كانت النتيجة للخمس المراكز في سيرها وفي انطلاقتها. نعود إلى التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام مع مخرجنا لنتابع في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق الجميل والرائع. التوقيت الزمني 13 دقيقة وثانية ست أجزاء من الثانية. تهانينا منصور بن سعيد بن رقراقي المزروعي، المركز الثاني 13 دقيقة 3 ثواني جزء واحد من الثانية. تهانينا لشعفار بن غلام البلوشي على فوز حضور بالمركز الثاني. المركز الثالث 13 دقيقة 4 ثواني 3 أجزاء من الثانية مصيحة سعيد بن عبيد.